دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحيي جامعة الدول العربية ومعها الأسرة الحقوقية العربية اليوم العربي لحقوق الإنسان اللي بيصادف هذا العام مرور 20 عام على اعتماد صك الميثاق العربي لحقوق الإنسان كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية. وبيتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار حماية الأسرة وتقوية أواصرها كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع، أساس تكوينها زواج بين رجل وامرأة وكلبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي بيرنلي مع برنتفورد في تمام الساعة 5، في نفس التوقيت هيلتقي لوتون تاون مع نوتنغهام فورست، وفي 7:30 هيلتقي فولهام مع توتنهام. النهارده والعشاء الكره الانجليزيه موعدهم مع مباراتين مهمين في اطار دور ربع النهائي بكاس الاتحاد. هيلتقي وولفرهامبتون مع كوفنتري سيتي في تمام الساعه 2:15، وفي تمام الساعه 7:30 هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي. والعشاء الكره الاسبانيه موعدهم النهارده مع اربع مباريات قويه في اطار الجوله 29 من عمر المسابقه. هيلتقي ريال مايوركا مع غرناطة في تمام الساعة 3، وفي الساعة 5:15 هيلتقي ريال مدريد مع أوساسونا، والساعة 7:30 هيلتقي خيتافي مع جيرونا، وفي 10 ليلا هيلتقي أتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس.